العالمين، إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الكلام إن شاء الله تعالى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإنني وإياكم اليوم إن شاء الله تعالى على موعد مع قصة عجيبة فريدة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قصة قليلة المبنى عظيمة المعنى، قصة وإن كانت كلماتها يسيرة غير أن فوائدها وعظاتها ودروسها عظيمة، قصتنا الكثير منكم قد قرأها إما قراءة طالب علم أو قرأها قراءة مثقف، وعلى الأقل يكون قد سمعها أو قد طرقت سمعه في يوم من الأيام، قصة انتشرت بين الناس، لعلي لا أبالغ إن قلت أن معظم المسلمين يعرفونها، غير أن القليل من يقف عندها ومعها وقفة اتعاظ، وقفة تدبر، وقفة استلهام الدروس والعبر، وقفة استنارة الطريق إلى الله عز وجل من خلال هذه القصة. القصة أيها الأحبة في الله مدة حدوثها لحظات، ولكنها بقيت وستبقى قاعدة في الحياة الزوجية لسنوات. مدة حدوثها لحظات، ولكنها تعتبر حلا لكثير من مشاكل الأزواج والزوجات. فمن كان ذا عقل حصيف، ومن كان ذا بصر ناقد فاحص، فهذه القصة تعتبر مرجع، بل لا أبالغ إن قلت أنها يجب أن تؤصل عليها دروس في تكوين الأزواج والزوجات. القصة باختصار باش وخوم طويل شي الطس، القصة باختصار تجدونها في الصحيحين، ذكرها أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه في أكثر من موضع من صحيحه، ذكرها في كتاب الصلاة، وذكرها في كتاب الأدب، وفي كتاب الاستئذان، وفي كتاب الفضائل، وتجدونها عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الفضائل. ومن أراد أن يستزيد في فوائد هذا الحديث فليراجع شرحه عند ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وعمدة القاري لبدر الدين العيني، ويراجع كذلك شرح ابن بطال المالكي على صحيح البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. من ذي القصة؟ القصة يرويها سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من شباب الصحابة، يمث النبي صلى الله عليه وسلم تغسط 13 سنة بجد السلموت وغيك سينرهم من الدين وانيتا. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، درة أبيها، اجسنا النبي صلى الله عليه وسلم تغخس عزنا الطاس، يزدغس النبي صلى الله عليه وسلم غثده النس جيث مرش، فلم يجد عليا في البيت، ويفب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذهده مرمد يوسى يزدغر وقت ومزينا غر وقت ذي التيرين يوذان مرة ذهودرين سن، فإذا به ويفب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذهده، فقال أين ابن عمك ما يجمسن عزيزيم؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني، فخرج يفغ، فلم يقل عندي ويجيب القيلولة
ويتسويد سن مزين هغار ذنيت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان، قال العلماء وربما كان هو راوي الحديث سهل بن سعد، قال انظر أينه وزوية يدخس من يجا روح زاري من يجا فيفغ يروح يزخس إذ وردغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد أقد المسجد أقي الزر ذي المسجد هاي التصدي المسجد يعني روح هذه القيلولة ذي المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدغس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يفيه الزر قد سقط رداؤه عن شقه، هذا دليل على أنه يتص وجي الزروها الرداء ذي روقتني تغطي أذن الرداء ذي الإزار الإزار يترح زيت عبود سواد دي الرداء ذو نيتي أذن تكنتي تخط غاذين الدرن الزيس زقوع الديس أرثي غاذين سنج. سقط رداؤه عن شقه يوضخ خجن خجو غزدي سنس وأصابه تراب. بعض الروايات أنه تغين نقرب ومدغين غين ومغين نقرب ينقرب ذكجكم مشان تغذي الشار ومدغي ذوري إرسق ذي سوشار. بعض الروايات أنه يوضع تخس وشار لأنه تغي تصدق مشان ذي تغترين أهل الصفة يسق جريد النخل وها مذي تهزه وسميت ذي استعجش توطى تخس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحق علي بن أبي طالب فجعل يمسح التراب عنه يبدأ زي استعججت بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه من سيقار قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب ما رنكرت متواجم ستمزيخت وإلا وازمت تواجم كار يا أبا تراب أبا تراب بس أسنيني شن بس انتعججت هذا سنيني إلى آخره. المهم كنث بحاله التي كان عليه قصة سنغلة سنمت ثمارة أو الأغلبية نوم ولكن جتي نهارا أغاسن بد شوية بديثن لأن وانت القصة السوار خجن المشكل يوقع جار فاطمة يجسن النبي صلى الله عليه وسلم ذو يزنس أودد نسيور القصة ينهارا ذي روقت ذي كتامت المشاكل جاران تمغارين قيجم ورقة غوم تربدا اتصني اتص زومي تغيرو ما كتبلغ ربدا قاغوم قا والله مجي جن زوم هذيك سي شان التليفون شان يجن تليفونين وشان شان التليفون شان زيد دعاة السنم اثني الزايد اثني ضاد قيمة الزري يمكن ارثي ترقى قشي تمذرة من كثرة ما سيرد عليه ومن كثرة ما يسمعه ما هو ما سيسمعه ربدقة غومك ثورة فانت ما الله به عليم ربدقة غومك المحاكم عمانت ربدقة غوم أقا المشاكل الجنجايا يزن تمغارين على حر الأسباب نسنت أسباب تافهة إيمان السبب السبب أنه معلك توغى رجدوذ النغ الوالدين النغ رجدوذ النغ توغى تبدا نغى المشاكل إغان تبدا نشي النهارة ذي الجيل دي قاعدن يري الله على المقوان تيرين الشين قاع يري قوة عمارة ذي جن الأسرة يري قوة ذي جن تمغوة تجير واشو مقاع تغم تشين قوازرين قوة واتزري قاع اسكي مس خطب تونين تيت قورا ارتاق وحيت غيزة شنهار عامين غادي تليفون عامين دي واتساب هذي قورا ذي شهان تمنية ذي طلق ذي شهان تنعاش. خزاتك إذا أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم يقر سهل بن سعد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة النبي يزدغيجيس النبي يزدغيجيس وذا سي النبو قنشذبا بس ننتثي غاري تغيسن واتوسي شي وانتثي تغيسن قنشين جندبا بس لا ذبابس نبي رسول من أولي العزم يوحى إليه من قبل الله عز وجل ومع ذلك وذا سي النشاق قنشي ذا سي التاسنا غاري التاس وجبون الشيخ صغير أحن لا يروح النبي صلى الله عليه وسلم يروح يروح ذي نذل الوالدين ذي نذل الوالدين
ذو هذا الأب الحقيقي قيد جسن نومتي وكشوة جين داريت وجيت غي يحرز قغرو من نسو شيء اسنقصغس الدقر وجيت غي هكي خسر حسرانت من عسر بيت وشي يزد تسع وشي سكيت لا هي بضعة منه قد ليش نتشوش تزايك لذلك بابس نرواشوم ورنس تنسر بدت تاجيجي خطا ونس الأب الحقيقي ويترجبوه ثا ونس عاد خسد ستسن نعم ثا ونس واجب خسن ستسن خبابتسن واني ويسقسين خبابتسن خي مقصر التاس خسن حديد تاس سمحت غاسل مشاكل غاسل همومي غاب ويجيبو تليفون ويرا خمي غير حد يزوعي فسن هدي زوعي يسجيب هدي زوعي ظن أسي أذيني سمحي ولكن هذا لا يعني أنه نشيني جند الوالدين لا صافي وشان أنه تمقروش عن نسقع ذي ضانغ وجنة نسقع دنزان ولا لا سيدنا رسول الله ذي ضانغي نسيد ربي لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة يسدغى يجيش روح فقد يجيش فقد يجيش فقد يجيش وزوخ يجيش ماني ثجا وزوخاس من دي تعيش وزوخاس مثل هموم غاس يجان وزوخاس ممش ثجا وزوخاس وزوخاس داني تنسور وجنس ونسور بخي الجن ويزوق آر النخمي غذا في عادي الجن عاب وجزع في الدكجي منوها مي غذا في ذا الرزق وزوخاس يجي استراغي استليفوني تقلي تليفون هاي تقلي تليفون طاق اقباري قومبو اقشا قذا يجي شقا ذو الزوخاك آمو من زي سغقر اقا يجي شقا النشادة سغا انيس نهرمه ذو سيد واجي من زي سغقر نهرمه ذو ذا يتعاوذوني غاه جذكيري سبحان الله من زي نزل الأواصر تتعمق من زي من زي من زي تفذ تحن جاه مسكينة قارش زي نعم يدفق زي الدعم بابا وذي ديك كذي هو أواس نغي لقد أي وقت عيش سنغي لقد عيش سنغي لقد هنا أواس نغي لقد عيشت هنا ولكن قرنت تخمي خزدي تذف بابا سيتعمات خز طوات وتكسي الدنيا قرنت تثر فرحت خزدي تذف نخمي خزدي تذف بابا قيوذف دبابس من كان سببا في وجودها في الدنيا مين مي غقضع يجي مين مي قش سوارغ وقغاري خلفيات للدماغين ومين مي السوارغ وكوري جنزي وما قيسن مروا غاس دي فاميليا قغاس دي الجيران مروا غاس دي الجيران قغاس دي المعارف دي الأصدقاء قيسة سمشنا وثينا قيسة سمشنا وثينا نهومي تسقبض غوايز الناس الناس هيني غزيس الشمع ذا توقت غاري دي هداتها مربومبة هنيغ يروح في قدر هناني نبينا صلى الله عليه وسلم يفقد يجيس يروح غاز فقد يجيش فقد يجيش إما سيدنا موسى نميث ثندا سيدنا موسى الغزة من السنة يجيس قالت قصيه روح سيج خاس تبعيث تبعيث مع انه قمين دي قد قيث دي من دي التقا دي المذود نغدي شان نحشد في الدرقاز دي قغزع دار بيلا ستينان فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ومع ذلك النسي جس قصيه روح خزاع استبعاستي الطوينم احضاث من مديوي غوارة وجي الوالدين وها وجي الوالدين وها رذو تماش قصيه شحال توت ما فينا قرب دقة في الدير كازي لكون دي عقبو مسيها ربدا قد خزا غا تيليفون لكون خز دي سقساو مس ربدا هذا حال الاخت دائما قصي دائما ربدا قد حضا يا بريد ربدا انت قد تمنى من مغاز دغيا سو مس ربدا قد تمنى واش مع انه مس ما نيز دغي كما كيجي اش مع شي قضعيت يجي اش مع قرع بيا وشي قرع ويتجنس مره من قال هذا ومن ربانا على هذا ما هكذا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا صحابته رضوان الله عليهم يروح النبي صلى الله عليه وسلم غفاطمة رضي الله عنها وأرضاها يسقس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دسينا أين ابن عمك مجمسنا عزيزي مركع سقسيق النيو علي بن أبي طالب مذمسن عزيزي سن فاطمة مذمسن عزيزي سن النبي صلى الله عليه وسلم ذمسن عزيزي سن النبي صلى الله عليه وسلم وجبو ذمسن عزيزي سن فاطمة علي بن أبي طالب ذ حمزة ذ جعفر إنا مرة تعوان عزيزي سن النبي صلى الله عليه وسلم إمين ماذا سيقى أين ابن عمك
لسببين اثنين باش هذا نغسبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مسن عزيزي ذمسن عزيزي مسن عزيزي اسم بابا رانت ذمسن عزيزي مسن عزيزي اسم بابا رانت ذمسن عزيزي زيدوا باش تفذ قال العلماء انش باش تفذ مرا التأستراغ الزيس ابن عميه مرا ذمس خاتيس ابن خاتيه مرا ذمس عنتيس ابن عنتيه ما يمي انش لان خمين تفكاخ من التمراغ طريقه ثانيه كان الجنون ظني الا قين الفاميليا قواجبو قين قين غوبلينا ما راوين دوينا عايز تمغى خمس مراش الا قين الفاميليا ينا امسنا عزيزي غيجيسنا عزيزي غمس ابن خاتي غيجيس خاتي يتفكى يتفكى قبر غيك شو صوري في نرعيب ني قبر غاتك انت شان المشكل ني قبر يتفكى ذوك صوري في نقبر غيتفكى ذي خاتي سنيد عزيزي سنيد عنتي سنيد الخيري سنيد الى اخره يتفكى الا قاذني رحم قاذني فاميليا الطم قرنت قتعدج مي من يجيني وذا النهار يقارش فاميليا بعد فاميليا وخاس مدجش وخاك مدج فاميليا وخاس مدجش وكيس نخدم كيس نتيقار كيس نتيقار ما يمي قارش ربع راني هذا شي عذر كيس كورشي فاميليا مرض وقعدش المشكلة ما يمي لأنه وان جيبو خوبري ذنيشان ما عليك تو غان جاخو بريدنيشان نرمد زيد دين نغنيشان نويم زيد دين نغنيشان إرقش لا لا النبي صلى الله عليه وسلم الناس أين ابن عمك من يتجمس عزيزي ذنيتا العلماء إنج دين مسرش نغني مين تعنا إنش النبي صلى الله عليه وسلم قام إذا سيخ زاري فاطمة ذوهم بو بعقريت ذي سيسني الذي نشان تسا الناس مشيق تسا قبا بس نروشهم ذي مبس نروشهم يتيري غاب يقارش يجي واحد جيبوه مليح هذيك سي تليفون مش ميوغينا يجي قوة جيبوه مليح يكما واحد جيبوه مليح غايوذ النبي صلى الله عليه وسلم يعقريت ذيس النشفة يعقريت ذيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزيد من يخص النبي صلى الله عليه وسلم النشفة أراد استعطافه كلام ابن حجر في فتح الباري فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما اتفكاري تقار سقذ مسن عزيزي مغا مقامت قلش نحش توجيه مني قمش ما يجذ مسن عزيزي قمش ما يجا خزا قذني القرابة قذني الرحم قذني تفكاري انش لي استعطفها باش تعاضب باش تحن باش حتى ما ريقشان الغالات اتسمح ما يمي لانه ابن عمك مسن عزيزي اين ابن عمك وسنش اين علي وسنش اين زوجك وسنش ما مخرخرني وايزن ما قدنيني ها فتصور شكذي يصور كيس دي تليفون يقارس محني وايزن ما قدين دي هدهني تصور شكذي قربوق خمي ذا سيق سرحار ذا شيني اي تقضغي اي تقسى سرحار قام سيف ذا سيق سرحار اتعذين شكذا شيني غموح ارمخرخر ها شنت ذا ذقورنش شكذا ذقورنس ما هكذا كان المنطق السليم سيد ربي قال وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس يودن مرة حسنا هو رميزي دوري سبحان فما بالك بأقرب القرابة وأخص العائلة لذلك إنس النبي صلى الله عليه وسلم يجمس عزيزي من دسنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان بيني وبينه شيء يوقع جاري إذا كيسجن سوء تفاهم وقع جاري إذا كيسجن القسية وقع جاري إذا كيسجن جنحشت كان بيني وبينه شيء وقع جنحشت جاري إذا وقع جنحشت جاري إذا كيس يويني غا فاطمة رضي الله عنها يوى سيور سيور قيوز دغام بابا يوى فارغد فارغد وفارغد فارغد مش ميوغن ماني جوايز ايوا راح دابا هذا الشيء نيغ فرصة نيغ لا فرصة غاد فارغد جبد الدوسية قديمي وسيدي قيمة ذا شعاوذاغ ها روح اودي ما راه انت ذا سعاوذاغ روح غيز دي وما ذا سعاوذاغ قيمة ذا السيور غدي واتساب جي حغدي جروبو اذ عاود غل اسرار انت الدار اذ فضح غايز ذي العالم مرة لا 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 ثني خسن تحافظ خرعوش الشنز من يجن جارس دوايزنس يتغي ما جارس دوايزنس
ثنيخ سنة تهذم رعوش النس تسيق ثيم سيدي رعوش النس أتصفغ ثيم سرين النس غبارة أنت عاوذي باباس ذي مستنوذي النس تركسي النس أنت عاوذ حذي عاوذي باباس ذي يثمس ذي مدوكر ذي القوى هذا حذي عاوذ خمغي قاري حلا هذا حذي عاوذ ديها ذي عاوذ ديها عاوذ رخدني وانسي وربخي الجن يتراح غاب ناذم داعيا نغ عالم نغ يستفتى يتقصد في حكم شرعي لا واني توح انسي ورخب ناذم يقارش بغيت نفش عليا قلبك هكتو غعما خصخك تسفي غورينو خفي تسفي دورنش ما يمي ذي غاب عما ذي شكورنش ذي خوان شورينو ذي عما ما يمي زعما وهذا جزيت جيزغ سيور يا فاطمة كان بيني وبينه شيء رعقر رعقر دليل على حصافة العقل وبعد النظر دليل على الكياسة والفطنة والذكاء فاطمة رضي الله هم رخبة غير خو غير خو والله روح توزث ذي الكتب مرة وزث ذي الكتب ديون الحديث القصة مرة كتب الأحاديث وكتب الشروح كتب السنة كتب السير وزث غير خو رذي الجنز الأمة 15 قان على حر يا كسيدي رذي الجنز الأمة غير خوي السن من تغذي النجاة علي فاطمة رضي الله عنهما غير خو غير خو غير خو السور العلماء قرش وما علم أحد على وجه الأرض سبب خلاف علي وفاطمة ومن كان محقا ومن كان مصيبا ومن كان غير محق من كان مصيب ومن كان غير محق إلى يومنا هذا ويسن ذي الجن من يقعن جاء فاطمة علي رضي الله عنهما ويسن ذي الجن ويخذن ذوي ويخذن تخزر تخزر إني خسن ذا يعمرون بيوتهم إني خسن ذا عمان تذرين سن يوني خسنة ذي عجر وشو من نسي وقا ثني خسنة عجر وشو من نسي ثني قوات جميع نسغة ثيني يا عيا ماذا سنة ذا تكذي فوس ذا تكزر ماذا تكزر ماذا تكذي فوس كان بيني وبينه شيء أنا تخسيش تنظني حق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فاطمة زي مغارين لمليح وجذي الأمة زي لمليح انت مغارين ذي العالمين زقمي جني وذان زقمي خرقار بآدم أرت أرت أرتقوم الساعة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه إن خس النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي بسند صحيح إن خس النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون حسبك قال العلماء إنش حسبك من نساء العالمين يعني يكفيك من النساء الواصلة إلى مراتب الكمال في الاقتداء بهن زي ثمغار يوظن الكمال ذي الدين ذي الورع ذي التقى الصلاح ذي الفلاح إلى آخره دنيا وآخرة وزي اقتداء ثمغار فاطمة رضي الله عنها وأرضها زي المليح تمغارين ذي الدنيا ذي العالمين ومع ذلك يقع سوء تفهم جارس دوايزنس يقع الخلاف جارس دوايزنس بل النبي صلى الله عليه وسلم يقع الخلاف جارس تمغارينس يهجاري ثنس تسعة شعا 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 من مقاغر هذا قاختي يسيثنغ طاونغ يسيثنغ وميتغرق من زارن دي المسلسلات قدو النغة تعيش ذي الحياة نغمين تقاذي الرواية الرومانسية ذو النغة تفذي الحياة الواقعية نغمين تقاذي المواقع الافتراضية ذو النغة تفذي الواقع الافتراضي الافتراضي الواقع ذو الواقع الافتراضي الافتراضي الواقع ذو الواقع أو الله ما تبلغ غثه ومتينه قسما برب العزة ذحن جاءت تمرش واتي ويبوثرة ثنسي مانال ثنش اطلق واذ كم من رد شها ما يمي ثنش نشتوغة غيرية نذ عيشة غمشنة والمسلسل نية واركذي توغة فروج وفي غثاء الرسي قريك كارت صبنا ذكاة سيق ذكاة بلانشا ذكاة تقذ الماكلة كارت تقذ مكة تقذ منش وذي تغير شيء مش دقوة ذي الزماغ مي ماني توغي ماس نتاني تاي ماني توغا باباس ماني توغا وزي سيكونان مي مو نسفيقين شي شوية السيثنغ مي مو نطعبي شوية السيثنغ مي مو نسفهم شوية السيث مزي حتى تو طحن جات 13 14 سنة تسز شهر النص وتسين والو خيخ في النص
واتسين والو الا قداس ديال الشهر الناس ورا مش غادي تغتسل ورا قمنا اني عادي ورا انا ميوض انت سيسيم سير متدفنت في حالات اكتئاب توضنت غير الاطباء النفسيين توضنت غير الدواوات توضنت ما يمي نهمر 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 السور غا كيخفين وجبوك يوم السور غا كيخفين قد زواغ كيخفين نش انا المقصر المفرط نش دمشو من عمانس. وصلنا الى حاله ان ثاوين يمسر من تعيشن الخيال ذي الأحلام الواقع منفصلون عن الواقع أرض سغذوق على الصدمة هذا شيء نشوريت غير شيء يمو فاطمة رضي الله عنها وأرضها علي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة ومع ذلك يقع سوء تفاهم جارسا في الأحلام الوردية غتنكس مين مقاغر هذا ونخسنا ذي مرش هذه السوجد يخفن النس مين خي السوجد يخفن النس وجلس عاشقنا يويا لا هذه السوجد يخف النسخ الصباح هذه السوجد يخف النسخ ما مش غايق هذه حل المشاكل قال قوام النش يعيز القوام النش رب سبحانه وتعالى إن الرجال قوامون على النساء ما يماش وجد عن غي مضاضان لا مضاضان عن تسكيري ذي نواي فهمن ذي نواي سين دينسن القوام النش تكليف وليس التشريف القوام النش قارن غدوي غاغروم القوام النش قارن غضابيغ القوام النش قارن غدوي غزهن هنا ذي تبع نسنس شنغفاك القوام النش قارن يخمي غير المشكلة تخيض غنش سوفير وذا شمرير وجده ساني غشارك ديني الحالات الشاذة التي لا يقاس عليها واذن من غد جمعذ ثني وحدث لذلك شرع الله الطلاق باش هذا اي حد يعيح وين تعيح تين خما غيوض بنادم صافي ويز ما ديس ماثني وحلس النبي صلى الله عليه وسلم من دستنا فاطمه رضي الله عنها وارضها كان بيني وبينه شيء لم تبح بسرها واعذرت الى ابيها ولم تفضح زوجها ان من دستنا الناس فغاضبني كان بيني وبينه شيء فغاضبني وسني شفا غضب علي نغفى غضب مني شي خيق خافية لا الناس نمخيق نمخيق نشنت وغانغشين ذي الدنغ وغانغبو المظلومية المظلومية لا قي هو يوقع والو غني غسي جموزين وروشان تعصب خافي وشي خيق خافي وشي لا 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 نمخيق نشنت انت خيق نشخيق نشخيق انت خيق انت ناين اذنغ استناين اذنغ نتحمل المسؤولية قال المشكل وادي تسبوزكي الجنوها المشكل معليك تقال المشكل يتسبوزكي الجنوها إذا قاس المشكلة كرحيض إذا قاس المشكلة كيزان إذا قاس المشكلة قوادي تسبوزكي الجنوها قال المشكل تيري نتاج عدم تفاهم بين اثنين لذلك لا احد يخلي مسؤوليته وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء فغاضبني غاضبني اذا تقنش العلماء من باب المفاعله الموضوع لمشاركه اثنين من مخيه قنش انت وجب انت وها خيق خفي انت وها لا ما عليك تستنقي خيق خفي تسمي خيق وها تتوسط جوالو يعني وادين والو يتخيق وها يبوظ مع انه ذين ماركا اني يبوظ اني يزون نبدا انت غادي مكسيس نجي يوسينو فغاضبني يوم اذا استنى يوري النبي صلى الله عليه وسلم ان سيوني ذين تغى روحو زويت خسمان يجا من يثيوفا يفد المسجد من يوقع جارس علي بن ابي طالب ذي المسجد هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله خرج علي بن أبي طالب من منزله فارق منزله وفارق بيته ليحافظ على زوجه يفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضه مين يفق مين يفق لأنه خيق مخيق انت تمغهنس يعور لا ويعور شاه لا ويعور شاه إني وهني عببون بيخ تعوره إمين يجا يصغرهنا
إذا سنقاست ما زيخت بدل سعاب أخرى إذا سقني مثلا غي سور نتاع عرفت ها. لذلك خمي غير الجو مشحون، خمي غير الجو مكهرب، خمي غير المشكل يبدا غادي قعد أذ خويغ أذ بدرغت ساعتني أذ فغ أذ ويوغ حد قغروض الزجتين نار شاعي أذ قغمني قعالي ابن أبي طالب أذ راح غام زيدة أذ راح غسحس غي القرآن أذ راح غاغ القرآن أذ راح غوخ غا أسيدي أذ راح مهم أذ بدرغت ساعتني. خرج علي ابن أبي طالب، خرج ليكسب زوجه، خرج عن ذكاء وفطنة، خرج ليحتوي الموضوع بشوي تصعد بشوي يعني بوزش تفتيت لأن ما ريوقع سوء تفهم وش نشي جنوور انت في جنوور نشي سوار انت تارد خافي انت تسوار شتارغ دخاس انت ذي كواوي جنين انت ذي كواوي جنس. وجدت الشعث مسية أتدق زربومبا، أتدق زربومبا نيشان غانغ تسرن الجيران أدرح قنوي جنس أدرح قنوي جنينو خميني تغير حق ويد جنين وذويد جن النصف هو يقيم من غنجمع. لذلك نصيحي إني خسن أذمرشن ذيني الله عذمرشن المشكلة نش جارج تمغهنش إياك إياك نبابش نيمش نييثمش نيسمش معوذ نبابة من يمم من ييثم من يسمم فكيت فكيت قشك رب أسرة غصاحبي شيك قذبة بس نواش ومزعماني غلاز عما كانوا كشتا مغاش نكش تقيريا مش تيري تحزم تقدد فك المشكل فك المشكل مين مظهر شغبابة من وقت دغبوذ فك غلا مشاكل نغذي مقد جقي الجيغ نغي فسنين وذي زيران نغير سين وذي زيران قانش العلماء وانيتا واسم الجشا وانيتا واني غاور ثنين ذي رقم مضادا ذي وكشربوني ذي كوا ذي قرع الجدارة التصيلة خس ذي قرع الجشا وانيتا واستقبوذا مغاثي وانيتا وانه رمض روح عدزي استبريذي الجسم يدن ونيتا ممن يكره في حقه الزواج قال العلماء لانه واجبوا اهل واجبوا مأهل يرمراش حذ يابا ذمزوه اذ يابا يخف النس انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لابد الصبر يكتسب الخذا التسع من خذا يكتسب واجبوا جبلي واجبوا يخجق ذاك المناذم لا يتوابى خاس من هذا مذي أبى من هذا ميخف النس أرمني زم مرضي أو درخدني يفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجبوا ذرعيب. لذلك يقول ابن بطال رحمه الله إنش وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. ابن حجر رحمه الله إن شيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنها. يقذ ذيك شن التصرف وجذ نتف ذي آذى فاطمة مري آذى فاطمة آذى النبي صلى الله عليه وسلم يفغ فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب. أرضي على السوخي يقني أرضي راح أصفن ورون أصفن خوذان إذا سنقانشين صاف ويقع ولو ويوقع تسعة تنيه كث مينو تنيه كث عدو ذي المشكلة هذه حل بنادم سو صغذي وها أسغذي أسغذي سو صغذي غارة غارة سخا وها غارة سخا هذه عدو المشكل هذه فغوايز نادي دولا سيني سامحي يا جينا قير كيم مال قير كيم وسيدي نغم تشنغور وجدو النزع ما سامحي من كيم قير منير عافك وخفي التاريد سو صغذي انت ثمرة ذهرش نغل اي 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 ثمية سخاوة تسقى تبدر ساعة تويوة تويوة فغ مش ماني غير راح خزاي علي بن ابي طالب ماني يروح ماني ذو فين وفين تي المسجد قشط احد غيم الدوكر قشط احد غير قهوة قشط احد غوم شان احقاق لك احد تغل هموم ها مجالس الانس والطرابي والولول ها لا 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 اذا حزبك امر ففروا الى الله ارسو غنبو بغسيدار بروح رحم زيدة مرة ثعزم وثعزم شاء روح قروض وزج اثنين نار شاعث بالله عدخك ذير بيتنش والوقع روح سيدي سيدي روح قيم دير غابت كشي كيكر مصحف روح تغاض القرآن دير غابت سيدي يلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة خمي ذا تغيس شنحش شنحش أذي رح الصلاة تغى النبي صلى الله عليه وسلم قال سي بلال أرحنا بها يا بلال أرح ذي الصلاة ونيوزنا رح تغى ربي سبحانه وتعالى ونيوزنا ذا سينين مدوكا نس إيوا زيد يومين تقيد أشك الشماتة يا صاحبي
شكي مثل نجد مرة ما نوي يساش عاد قيمت سقاط والله ماذا الصباغ مش دغي يدور السني مش دغي يفغ يمكن يفغ ذو ممشد يدور ذير هذا يوزو غو غيش عشق لا أيها الأحباب علي بن أبي طالب يروح على المسجد ففروا إلى الله يروح غاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوفي في الزر ذي المسجد يزر خس شار الناس قم أبا تراب قم أبا تراب وغاس يروح وين دارس فوس ذكيريا يسقع عليه ذكر حيذن المسجد ها نغش خدمت انت تراك ورد تغرش قد زيت تنية تغرش قوذ في من غش لها الدهن بابس تغرش قد تمنضى تغرش قوة غاس حد تغرش قد أذش لا 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 الزرزاس قد ذكوار ذكوار سعي الزيت هذه سعي الزيت جيش ذكوار ذكوار مريكش شعر بيض كوار الصباح مريكش شعر بيض كوار يتراعى سي دار بيه مريكش شعر بيض كوار نهار زي تغي يفخشن حشث سيئه تغمر في بحر حسناته اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث متغي كرعيب زي شن يجن كثانت الحسنات الناس كثان رفع نسي سبحان قرس علاش صغريخت ما يمي لان السيد عماس وزي الزرق شن حشت سنوات اول مره واخا جيت لا الحسنات الناس كثانت الصباح يتراعى وخا ذين مو ذين من دغي عدو يش قديم توقع ناس ديوار بمن دغان عدوني غلا يش جنت دي قديم ديوار بمن دغان عدوني غلا يش النبي إن لا يفريك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر شي تغطخشة شي تدور شي يمسحشة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولديش الرواية زي رواية الحديث وغاسي رحبو ذا سينيا قو قيغل سقسخ فاطمة يني من يقعن يعني من يقعن جارهم يلا تزيد عوذية يوقع خسيز سنغ من يقعن يوقع مغس سنغ من يقعن من لا يروح غاس النبي الزرز خسشر يقصار كيس الناس قوم أبا تراب قوم أبا تراب يقار سهل بن سعد السعيد يجن الرواية النظرية إنه زير وقت أن يدور علي بن أبي طالب وهذه النبو شن يسمع الزغس أمش يتعجب سيدا سرغ نزيسي وذنا مش نو أبو تراب إذا سيقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعز النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهي ذهي كأن شيئا لم يكن صافي ننسي مزيغ نقضي من يموت وشن قضى عن ترعيض وذين من غاغا نبد وذين ذين شان المشاكل بسيطة نها غاس نتغان بد الدكورنت ضرب واقية خمي خاس نتغان خمي نتغان سدواران قيخ من غوها نتنظري تمتنت في مهدها تذي جنت برات زي السيران النبي صلى الله عليه وسلم إمار الأزواج الزوجات ينيت من غن تليفون البصمات ينيت من غن لقني غسويا غن حن سارغ الكورنيش يوغير وش ثرا غيبة باس ها قني غسويا يحسن صغي ما يوغير وش أتار سيمانا نتازيق قني غسويا يدرحشت ويفراني إني لا قني غسغي بورسو 500 ألف يوغير ما غنشمع بورسو يغرى خافين 500 ألف السنة غير لاش دابو هاري يجي السنة غير لقدني بورصو 3 مليون ضاع 4 مليون السنة قالني غد 500 ألف باش وضع يتقام بوقت تبالا والله الذين بورصو 3 مليون والله بورصو غد تكسير 3 مليون ما روضا ستي صغي وايز انت حدي دقز ادي اضر السادسة هذا استق الجنازة ذي تدعث اي منطق هذا لذلك ثومتين المسؤولية ثم قرانت خانغ يتجى الوالدين الوالي نقشير قي وثارس ذاني تسيور كيوم جمعة يجن السلسلة حتى لا نصل إلى الطلاق يفقد غريب نادم يزوج كين غذاقش ذا غل مغوان المسجد إن السي محمد يسني الوالدين هذا عبان شوي سيدسن قوانو في مين غنمرش قوانو في مين غنوي الناس وقت طعبور رخي هذه الأمة رخي هذه الأمة النبي أقد دايس مركة تعيبذ أتعيب ذي الجيش ذو تشمش ذي مش خاتش ذي وزما تعيب ولكن خانغ المسؤولية ثم غان ثومتين وقن قرب دقا غون قن مسؤولية نغو جنغن كشاغرو موها باش تصحى نطاوان نغ لا المسؤولية نخ ميد غانا سان كشي السيت نغني غنمرشي طاوان نغ يخسى على الأقل جن سيمانا نغضش ها نغضش هراين نهن هن 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 زن 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 مرة بنذم أنا بطاوان نغ لنقاث مقبل خل حياة الزوج شوية نغزي الطلاق شوية نغزي المشاكل شويه نغزك حنجان قيمنا من برا الوالدين سن شفا قمري غزام الارقام الطلاق غان غيوض ندير المغرب اتمنع مخوز الجيف ومارة ماني خمي غادا الاغلبيه نسن يالله وين عام عام ونص عامين دمرش مغا مغا مسؤوليه ثقيله
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله عز وجل أن لا يواخذنا بتقصيرنا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جوار نبينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم اجعل الغلبة لهم لا عليهم، اللهم اجعل الدائرة لهم لا عليهم، اللهم يا رب امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم يا رب عليك بأعدائهم، اللهم يا رب عليك بمن حاربهم، اللهم يا رب عليك بمن اغتصب أرضهم، اللهم يا رب عليك بمن دنس مقدساتنا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا رب إنا نرفع أكف الضراعة إليك، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. نسألك يا رب أن تنصرنا على الصهاينة وأعوانهم، اللهم انصرنا على الصهاينة وأعوانهم. اللهم يا رب شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم ويتم أولادهم ورمل نساءهم كما يتم أولادنا ورملوا نساءنا. اللهم يا رب اجعل بأسهم بينهم شديدا، أنزل عليهم سيف انتقامك، أنزل عليهم سيف انتقامك. اللهم كن مع إخواننا في السودان، كن مع إخواننا في سوريا، كن مع إخواننا في اليمن. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين أينما وجدت، اللهم عليك بالظالمين أينما وجدوا. اللهم يا رب انتقم من كل ظالم سفك دماء المسلمين بغير وجه حق. يا رافع السماء بغير عمد، يا جبار يا منتقم، انتقم لهذه الدماء ولهذه الأشلاء يا الله. اللهم يا رب إنا نسألك أن تربينا وتربي أبناءنا، اللهم ربنا ورب أبناءنا، اللهم ربنا ورب أبناءنا، اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا، اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا، اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا. اللهم يا رب اشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض ديوننا فرج همومنا ونفس كربنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا رب إنا نسألك شفاء لكل مريض تصنيت مثوم هرشنت تنزيد الدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، اجعل ما أصابهم طهورا في سبيلك، اكتب لهم به حسنات وضع عنهم به سيئات وارفعهم به درجات. اللهم يا رب فرج هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين، وارحم كل ميت مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يجن الشاب ذي الخارج تتزوم الدعاء بقلوب خاشعة لله عز وجل ذا سكمرار بالمراد النص. سأل الله عز وجل أن ييسر أمره،
اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره، اللهم يا رب فرج همه، اللهم نفس كربه، اللهم يا رب اجعل أموره ميسرة، يا ميسر كل عسير يسر أمره، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم افتح له أبواب رزق وخير من عندك، اللهم يا رب صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل رزقنا كدا كدا، اللهم ارفع عنا كل غلاء وبلاء ووباء، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد، وأقم الصلاة.